اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. نحب نتعرف بحضرتك. انا اسمي يحيى مصطفى غانم، استاذ الامراض الباطنه والسكر، كليه طب جامعه اسكندريه. شرفنا بحضرتك. انا بعتقد انه في مجال المؤتمرات الكبيره اللي زي ده لازم الواحد يفكر في موضوعين مهمين مع اللي الزملاء ذكروهم. حاجه اسمها سكر الحمل، انه السيده بعد ما تتزوج وما يكونش عندها السكر اثناء الحمل لا قدر الله يجيلها سكر، وده بيحصل ياما في السيدات اللي وزنهم كبير، او السيدات اللي استعملوا منشطات، او السيدات اللي حصل لها اجهاض قبل كده، او اللي جاب الطفل عنده اكتر من 4 سنين. لكن جرت العادة ان احنا بندور على سكر الحمل في الاسبوع ما بين 23 و 28 اسبوع، بنعمل اختبارات بحاجة اسمها منحنى السكر. لكن في السيدات اللي جالها اجهاض قبل كده، او السيدات اللي جابت طفل اكتر من 4 كيلو، او اللي بتاخد هرمونات، بندور على السكر بدري، يمكن في اول زيارة. العلاج في سكر الحمل بينقسم الى حاجتين، الى نظام غذائي وانسولين. مفيش اقراص بتستعمل، وبنحاول نظبط السكر على ان السكر التراكمي يبقى عند 7، السكر الصايم في حدود 95، بعد الاكل بساعتين 120 و140. الانسولين مش بس كفاية، لكن في حاجة اسمها المتابعة الذاتية. بيفضل ان كل سيدة عندها سكر حمل انها تعمل، يبقى عندها جهاز سكر في البيت وتتابع وتشوف الزيادة او نقصان السكر. الموضوع التاني اللي احب اكلمك فيه يا استاذه مريم اللي هو، طب انا اسفه يا دكتور هقطع حضرتك. أيه. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ هو سكر الحمل ممكن يستمر بعد الحمل ولا بينتهي مع الولاده؟ 50% من الحالات بينتهي بعد الحمل، لان الهرمونات اللي بتطلع عشان تحافظ على الجنين بتختفي، بتعمل مقاومه للانسولين. لكن بكل اسف لو السيده ما خدتش بالها في الوزن وفي الحركه بيرجع لها بعد فتره تانية. يعني السكر الحمل ده بنعتبروه مرحلة ما قبل السكر بعد كده، عامل من عوامل ان هي تبقى قابلة، قابلة يعني. اللي جلس. تمام. طب يا دكتور هو ممكن كمان يتورث للطفل المولود ولا لا؟ ما بيتورث. لكن من ضمن الحاجات اللي بنحبها ان السيدة اللي بتدي بجيلها سكر حمل بنطلب منها ان هي تأكل الطفل بتاعها، يعني الرضاعة الطبيعية، لان الرضاعة دي بتمنع حدوث السكر. تمام. طيب يا دكتور حضرتك كنت حابب تكلمنا في موضوع تاني. انا بعتقد انه من الموضوعات المهمة اللي الواحد يتكلم فيها هي العناية بالقدمين، وخصوصا في مصر بنطلب من الناس ان هم دائما وابدا منين ما يستحموا او يتوضأوا ان هم ينشفوا بين صوابع رجليهم، يبصوا بين صوابع رجليهم كويس لا قدر الله لو في طريات، ان هو لما يجي يقص ضوافر يقصها بقصافة خط مستقيم، انه يلبس شراب قطن وما يكونش ماسك، انه السيدة او الانسة او اللي عنده سكر لازم يلبس حذاء واطي وطري وعريض من قدام، وما يلبسش صندل ولا شبشب، وانه يبص على ظهر رجله في المراية مرة كل اسبوع، وانه لا قدر الله لو حصل سخونة او جرح يروح للطبيب المختص. تمام. ميرسي جدا يا دكتور على نصايح حضرتك ووقتك. شكرا. شكرا.